بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، قعدنا النهاردة مع أول درس من دروس الهندسة. الدرس ده مفاهيم هندسية قديمة هنعيدها تاني عشان نفكركم بيها وتعرفوا التعريف الصحيح ليه. هنبتدي بتعريف القطعة المستقيمة. إيه القطعة المستقيمة؟ القطعة المستقيمة هي مجموعة من النقط المكونة من نقطتين مختلفتين وجميع النقط الواقعة بينهما عند توصيل النقطتين باستخدام المسطرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تخيل ان انت عندك اي نقطتين وليكن النقطة دي مثلا والنقطة دي، ورحت جايب المسطرة وقلت هوصل بينهم، فوصلت بينهم كده، اهو الشكل الهندسي اللي طلع لك ده اسمه قطعة مستقيمة. يبقى القطعة المستقيمة عبارة عن نقطتين مختلفتين وجميع النقط بينهما عند التوصيل بينهما باستخدام الايه؟ المسطرة. طيب النقطتين اللي احنا وصلنا ما بينهم هنفترض ان هما نقطة ألف ونقطة ب، دول بنقول عليهم طرفي القطعة المستقيمة. لو اعتبرنا واحدة فيهم نقطة بداية تبقى الثانية نقطة نهاية، بس ما نقدرش نحدد مين البداية ومين النهاية. علشان كده القطعة المستقيمة دي لما نيجي نكتبها بقى بالرموز، نكتب أ ب ونحط عليها الشرطة دي، أو نكتب ب أ ونحط عليها الشرطة دي. وبالتالي عايزك تفرق بين حاجتين، الألف ب اللي عليها شرطة والألف ب اللي ما عليهاش شرطة في الهندسة. يعني في الهندسة الألف ب اللي عليها شرطة دي تعني القطعة المستقيمة نفسها، يعني الشكل نفسه. إنما الألف ب من غير الشرطة اللي فوق دي معناها طول القطعة المستقيمة. يعني لما نيجي نتكلم على طول القطعة المستقيمة ما نحطش علامة القطعة المستقيمة فوق الحرفين، يعني الحرفين من غير الشرطة اللي فيهم دي معناها طول القطعة المستقيمة. طيب القطعة المستقيمة قلنا لها طرفين، اعتبر واحد فيهم بداية والتاني نهاية، اعتبرهم كده يعني. وبالتالي في الشكل اللي قدامنا ده نقدر نقول له ان الجيم بتنتمي للقطعة المستقيمة ألف ب لأنها موجودة فوقيها، إنما الدال لا تنتمي للقطعة المستقيمة ألف ب، لأنك لو اعتبرت الألف دي بداية هتبقى الب نهاية، ولو اعتبرت الب نهاية هتبقى الألف دي بداية، فالدال ما تبقاش موجودة عليها، فكل الدال لا تنتمي للقطعة المستقيمة ألف ب. نفس الكلام اللي هي لا تنتمي للقطعة المستقيمة ألف ب. طيب القطعة المستقيمة ألف جيم دي نقدر نقول عليها مجموعة جزئية من القطعة المستقيمة ألف ب. ولو عملت القطعة المستقيمة ألف جيم تقاطع القطعة المستقيمة ب جيم، يبقى التقاطع بينهم هيدي لك نقطة جيم. لكن ولو عملنا القطعة المستقيمة ألف جيم اتحاد القطعة المستقيمة ب جيم، ده يدي لك يكافئ، بلاش يساوي، يعني هي يساوي كده زي يكافئ، بس انا هكتبها يكافئ علشان يبقى الكلام معلش رياضيا مظبوط، حتى لو الكتاب بيكتب غير كده، لان المفروض يساوي دي ما تتحطش غير بين حاجات لها قيمة، انما الحاجات اللي ملهاش قيمة فبنحط بيها يكافئ. ما علينا، القطعة المستقيمة طبعا يمكن قياس طولها عشان لها طرفين، عشان لها اول وليها اخر. يبقى دي كده المعلومات اللي عايزك تكون عارفها وفاهمها كويس عن القطعة المستقيمة. نيجي للخط المستقيم. الخط المستقيم بص معايا كده، ادي قطعة مستقيمة اهي، تمام؟ رحنا مطولينها كده على طول مش هتقف، ومطولينها من الناحية دي كمان كده على طول مش هتقف، او الشكل الهندسي ده اسمه خط مستقيم. فبنقول الخط المستقيم هو قطعة مستقيمة ممتدة من جهتيها بلا حدود، يعني لا له نقطة بداية ولا له نقطة نهاية. الخط اللي قدامنا اللي أنا رسمه لك ده تقدر تسميه بأي حرفين مكتوبين عليه، بس تحط على فوقه العلامة دي اللي هي علامة الخط المستقيم، تمام؟ تسميه بقى ألف ب، ب ألف، ألف جيم، جيم ألف، ب جيم، أي حرفين موجودين عليه وحط عليه علامة الخط المستقيم يبقى ده اسمه أو الرمز بتاعه. وهنا نقدر نقول
ان الخط ده ماشي كده على طول مش هيقف، وماشي كده على طول مش هيقف. عشان كده نقطة د بتنتمي للمستقيم ا ب، نقطة ا بتنتمي للمستقيم ب ج، نقطة ب بتنتمي للمستقيم ا ج، نقطة د بتنتمي للمستقيم ا ب، نقطة ه بتنتمي للمستقيم ا ب، لان كل الخط ده ماشي كده على طول وماشي كده على طول، فبتسميه باي حرفين عليه. خد بالك ان القطعة المستقيمة ا ب بنقول عليها مجموعة جزئية من المستقيم ا ب لانها حتة منه. اي نقطتين مختلفتين يمر بهم مستقيم واحد، يعني انا عندي نقطتين هم النقطة دي والنقطة دي، رسمت الخط المستقيم ده ما نقدرش نرسم غيره يعدي على النقطتين دول. لكن النقطة الواحدة يمر بها عدد لا نهائي من المستقيمات، يعني انت عندك نقطة اهي تقدر ترسم المستقيم ده بيعدي عليها، تقدر ترسم المستقيم ده بيعدي عليها، تقدر ترسم المستقيم ده بيعدي عليها وهكذا. يبقى اي نقطتين مختلفتين ما يمرش بهم غير مستقيم وحيد، لكن النقطة الواحدة يمر بها عدد لا نهائي من المستقيمات. طبعا لا يمكن قياس طول المستقيم لانه ممتد من الجهتين الى ما لا نهاية. تمام؟ نيجي للشعاع. الشعاع اهو ادي قطعة مستقيمة هنا، رحت انا مديدها من الناحية دي كده عملت لها السهم، ده معناها انها بدأت من هنا وهتمشي كده على طول عمرها ما هتقف. فرضا عملت كده يبقى معناها انها بدأت من هنا وهتمشي كده على طول عمرها ما هتقف. فلما القطعة المستقيمة بتمتد من جهة واحدة الى ما لا نهاية بيبقى اسمها شعاع. يبقى نقول الشعاع هو قطعة مستقيمة ممتدة من احد طرفيها بلا حدود. طيب الشعاع بيبقى له نقطة بداية اللي هي في الرسمة اللي قدامنا دي تبقى نقطة ألف، وأحيانا نقول عليها رأس الشعاع، وليس له نقطة نهاية. خد بالك بقى الشعاع ألف ب معناه إنه نقطة بدايته ألف وهيمشي ناحية الب وما يوقفش، لكن الشعاع ب ألف يبقى معناه إنه نقطة بدايته ب وهيمشي ناحية الألف ومش هيوقف، وعشان كده الشعاع ألف ب لا يكافئ الب ألف شعاع. الجيم في الرسمة اللي قدامنا دي تبقى بتنتمي للشعاع ألف ب، ليه؟ لأن الألف ب شعاع معناها بدأ من الألف وهيمشي ناحية الب ومش هيقف، يبقى هيعدي على الجيم تبقى بتنتمي له، لكن الدال لا تنتمي للشعاع ألف ب لأن الشعاع ألف ب بدأ من الألف وهيمشي الناحية دي، ملوش دعوة بالناحية دي خالص، تبقى الدال لا تنتمي للشعاع ألف ب. طبعا لا يمكن في قياس طول الشعاع لأن الشعاع ممتد من إلى ما لا نهاية من إحدى جهتيه، يعني في ناحية ماشي فيها على طول مش هيقف، عشان كده لا يمكن قياسه. خد بالك بقى الألف ب قطعة مستقيمة تبقى جزء من الشعاع ألف ب، والشعاع ألف ب يبقى جزء من الخط المستقيم ألف ب. خد بالك كمان إن عندك شعاع ألف ب لو عملته اتحاد شعاع ب ألف يروح مديك الخط المستقيم ألف ب، يديلك الخط المستقيم ألف ب. ويلا نكمل كلامنا في المفاهيم الهندسية. نكمل مع بعض نعرف دلوقتي مفهوم الزاوية. الزاوية المنظر اللي قدامك ده، طبعا مش أول مرة تيجي المنظر اللي قدامك ده ومش أول مرة تعرف إن دول اسمه زاوية. عبارة عن إيه؟ لو خدت بالك أدي شعاع وأدي شعاع بس الاتنين بادئين من نفس النقطة، يبقى الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. تعريف الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية، يعني الشعاع ب ألف اتحاد الشعاع ب ج يساوي أو يكافئ المفروض زاوية ألف ب ج أو زاوية ج ب ألف أو زاوية ب. يعني إيه الكلام ده؟ أولاً العلامة دي بنستخدمها بدل ما نكتب كلمة زاوية بالعربي بنحط العلامة دي، يبقى دي بدل كلمة إيه؟ زاوية. لما نيجي نقرأ الزاوية لازم نمشي على الشعاعين كاملين، يعني أقول زاوية ألف ب ج يبقى صح، أو أقول زاوية ج ب ألف يبقى صح، وممكن الزاوية تسمى برأسها فقط اللي هو نقطة بداية الشعاعين فأقول له زاوية ب، فأقول له إيه؟ زاوية ب. تمام؟ لكن في الرسمة اللي قدامنا دي ما أقدرش أقول زاوية ألف لأن دي مش رأس الشعاعين، ما أقدرش أقول زاوية ج
مش رأس الشعاعين، ما اقدرش اقول زاوية ب ج أ، ما اقدرش اقول زاوية ب أ ج، ما اقدرش اقول زاوية أ ج ب، ما اقدرش اقول زاوية ج أ ب، كل ده يبقى غلط. هما الثلاث قرايات دول بس اللي صح. القراية الثالثة دي لما تكون رأس الزاوية بتاع زاوية واحدة، لكن لو رأس الزاوية اشترك بقى مشترك بين زاويتين أو أكتر، يبقى في الحالة دي لازم الزاوية تتقال كاملة. لازم الزاوية تتقال كاملة، يعني إيه؟ يعني لو أنا مثلا جيت عملت كده كده خلاص، فدي أ مثلا ب، أدي ج، أدي د. خد بالك هنا الب دي رأس للزاوية دي، ورأس كمان للزاوية الصغيرة اللي هنا دي. يبقى في الحالة دي ما اقدرش اقول زاوية ب لو هتكلم على اي زاوية من الزاويتين دول، او اي زاوية من الثلاث زوايا دول، لان المنظر ده كده فيه ثلاث زوايا، في الزاوية الصغيرة دي والزاوية الصغيرة دي والزاوية الكبيرة دي، فما اقدرش اقول زاوية ب. ليه؟ لان الرأس ب كده مشترك بين اكتر من زاوية. لكن نقدر لو الرأس بتاع الزاوية ما هوش مشترك، يبقى نقدر نسمي الزاوية باسم رأسها فقط. لكن لو الرأس مشترك ما بين أكتر من زاوية، ما أقدرش أسمي الزاوية برأسها فقط. خلاص؟ نمسح بقى دي كده عشان ما تعملناش لخبطة. أي زاوية بيبقى لها ضلعين، مين هما الضلعين؟ الشعاعين بتوع الزاوية هما الضلعين بتوعها. يعني في الزاوية اللي قدامنا دي الشعاع ب أ والشعاع ب ج، دول هما ضلعين أو ضلعة الزاوية أ ب ج. الزاوية بيبقى لها رأس هو نقطة بداية الشعاعين، يبقى نقطة بداية الشعاعين هو رأس الزاوية. يعني أنا هنا عندي ب أ وب ج، نقطة بداية الشعاعين اللي هي نقطة ب دي هي رأس الزاوية أ ب ج. طبعا إحنا عارفين إن إحنا بنستخدم المنقلة سواء عاوزين نقيس زاوية مرسومة، أو لو إحنا عندنا زاوية عاوزين نرسمها بقياس محدد بنستخدم الإيه؟ المنقلة. وحدات قياس الزاوية، أنت طول عمرك ما تسمعش غير عن وحدة قياس اللي هي الدرجة. خلاص؟ دلوقتي هنقول لك إن الدرجة نفسها ممكن تتجزأ لأجزاء صغيرة متساوية عددهم 60، كل جزء منهم بيسمى دقيقة. يعني نقدر نقول له إن الدرجة، ودي علامتها الدايرة الصغيرة دي بدل كلمة درجة، أجزاءها الدقيقة، والدقيقة بنرمز لها بشرطة، والثانية بنرمز لها بشرطتين. الدرجة بتساوي 60 دقيقة. يعني ممكن اكتبها بالرموز، واحد درجة يساوي 60 دقيقة، او ونقدر نقول له ان الواحد دقيقة بيساوي واحد على 60 من الدرجة، لان الدرجة بتتقسم 60 دقيقة. الدقيقة بتساوي 60 ثانية، يعني الواحد دقيقة بيساوي 60 ثانية، والواحد ثانية يساوي واحد على 60 من الدقيقة. طيب أنا عندي قياس زاوية زي دي 25 درجة و30 دقيقة و40 ثانية. خلاص؟ القياس ده لو عاوز أكتبه للآلة الحاسبة بستخدم مفتاح، هتلاقيه في الآلة الحاسبة مرسوم عليه ثلاث كومات كده أو ثلاث واوات كده، بنسميه مفتاح الكومات أو مفتاح الواوات. فلو أنا عاوز أكتب القياس ده على الآلة الحاسبة بروح كاتب ال 25 وبعدين أضغط مفتاح الكومات وبعدين أكتب ال 30 وأضغط مفتاح الكومات بعدين اكتب 40 واضغط مفتاح الكومات واكتب يساوي واضغط على الكومات بعد اليساوي يقوم يظهر لي القياس ده. بس خد بالك بتلاقي الشرطه دي في الاله الحاسبه مكتوبه لك واو، والشرطتين دول في الاله الحاسبه بيبقى مكتوبه واوين، لا انت بتكتبها شرطه وشرطتين، الشرطه دي بتاعه الدقيقه والشرطتين بتوع الثانيه. وده على بعضه كده قياس واحد، زي ما بنيجي نقول كده عمر بني ادم مثلا، نقول ده عنده مثلا 25 سنة و7 شهور و15 يوم مثلا، فده كله حاجة واحدة مش ثلاث حاجات. تمام؟ نيجي لأنواع الزوايا. أول حاجة الزاوية الصفرية، ودي الزاوية اللي بيبقى قياسها صفر درجة وبيبقوا الشعاعين فوق بعض وبيبقوا في اتجاه واحد، عشان كده دي بنقول عليها زاوية صفرية. يعني لو اترسمت تبقى كأنها شعاع واحد، لأن الشعاعين فوق بعض وفي ناحية واحدة في نفس الاتجاه، فدي بيبقى اسمها زاوية صفرية، ودي بيبقى قياسها صفر درجة. بعد كده في الزاوية الحادة، قياسها أكبر من صفر وأصغر من 90. أي قياس زاوية يكون أكبر من صفر من أول الثانية لحد أقل من 90، دي كده بيبقى اسمها قياس زاوية حادة.
زي مثلا قياس 1 درجة يبقى ده كده قياس زاوية حادة، مثلا 25.5 درجة، 89 درجة و59 دقيقة أو 59 ثانية، كل ده كده احنا لسه أصغر من 90 درجة، يبقى ده كده قياس زاوية حادة. والزاوية الحادة بيبقى الضلعين بتوعها قريبين من بعض، عشان كده بيطلق عليها كلمة زاوية حادة، زي الأشكال اللي قدامنا دي تعبر عن أشكال زوايا حادة. تالت نوع الزاوية القايمة، ودي قياسها بالظبط بيبقى 90 درجة بالظبط. خد بالك ان القياس 90 ده ممكن يتكتب 89 درجة و60 دقيقة، و60 دقيقة بشرطة واحدة. طب اشمعنى؟ لأن احنا لسه قايلين ان ال 60 دقيقة دول معناهم 1 درجة، تمام؟ فال 60 دقيقة دول يعني 1 درجة، ال 1 درجة يتحط فوق ال 89 درجة يخليها 90، وممكن ال 90 تتكتب 89 درجة و59 دقيقة و60 ثانية، لأن ال 60 ثانية يدوني 1 دقيقة، ال 1 دقيقة لو حطيناه على 59 دقيقة هيبقوا 60 دقيقة، ال 60 دقيقة يطلعوا لي 1 درجة يتحطوا فوق ال 89 يخلوها برضو 90 درجة، يعني ده منظر لل 90 وده منظر تاني لل 90. ومنظر الزاوية القايمة أولا دايما بنشير ليها بالعلامة اللي شبه المربع دي كده، أول ما تشوف دي تعرف كده إن دي كده 90 درجة على طول، تمام؟ زي الأشكال اللي قدامنا دي أشكال زوايا قايمة. وخد بالك ان الزاوية لما بتبقى قايمة بيبقوا الضلعين متعامدين، يبقى كده ضلع، تاخد بالك كده ضلع الزاوية مالهم متعامدان. مهمة قوي الكلمة دي، هنحتاجها في شغلنا كتير. اول ما تعرف ان قياس زاوية 90 تعرف ان الخطين اللي بينهم زاوية قياسها 90 دول بيتقال عليهم ايه؟ متعامدين. بيتقال عليهم ايه؟ زي ما انت واقف في الارض كده، او زي ما اي عمود فوق الارض بتلاقيه، عمرك ما تلاقيه مايل لا يمين ولا شمال، تلاقيه واقف عدل كده، يعني الزاويه اللي بينه وبين الارض قياسها 90 درجه، عشان كده بنقول على الضلعين دول في اي شكل من الاشكال دي ان هم متعامدين. حط الكلمه دي في دماغك كويس، ما تنساهاش كلمه متعامدين دي، يعني الزاويه قياسها 90، والعكس الزاويه اللي قياسها 90 يبقى الضلعين متعامدين، هنحتاجها بعد شويه، تمام؟ وتعالوا نكمل بقية أنواع الزوايا. نشوف النوع اللي بعد كده اللي هو الزاوية المنفرجة. الزاوية المنفرجة دي اللي قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة. يعني مثلا عندك القياس 90 درجة وواحد ثانية، خلاص كده بقينا أكبر من 90، بقينا في زاوية منفرجة. 100 درجة برضو ده أكبر من 90 وأصغر من 180. 125 وثلاث اربع درجه نفس الكلام. 179 درجه و59 دقيقه او 59 ثانيه، احنا كده برضو لسه القياس بتاعنا اقل من 180 درجه، تبقى دي كده زاويه منفرجه. والزاويه المنفرجه الضلعين بتوعها بيبقوا بعيد عن بعض زي المنظر اللي قدامك ده. النوع اللي بعد كده الزاويه المفروض المستقيمه، دي كده هتبقى نوع تاني. خليني اقول لك الزاوية المستقيمة بعد ما خلصنا من الزاوية المنعكسة، عشان المستقيمة قبل المنعكسة. هعمل لك بقى هناك ده ايه الزاوية المستقيمة عشان ما كنتش كتبتها. يبقى في عندنا الزاوية المستقيمة دي اللي بيبقى قياسها بالظبط 180 درجة، يبقى في عندنا الزاوية المستقيمة دي كده قياسها 180 درجة. يبقى ال 180 درجة دي بالظبط تبقى قياس زاوية ايه؟ مستقيمة. و 180 درجة دي ممكن تتكتب بالمنظر ده. ممكن تتكتب 179 درجة و 60 دقيقة، عشان ال 60 دقيقة هيدوني 1 درجة يتحط فوق ال 179 يبقى 180، وممكن تتكتب كده 179 درجة و 59 دقيقة، بس نحط معاهم 60 ثانية، عشان ال 60 ثانية يدوني 1 دقيقة يتحط فوق ال 59 دقيقة فيبقوا 60 دقيقة، ال 60 دقيقة يعني 1 درجة يتحط فوق ال 179 يطلع لك ال 180 درجة اللي احنا قلنا عليه. ودي مهمة جدا انك تبقى عارف ان الزاوية المستقيمة دي أي خط مستقيم بقى عايزك تشوفه بعد كده
تعرف لي ان قياس الزاويه بتاعته دي 180 درجه مهما كان منظره كده. يبقى الخط المستقيم تقدر تقول عليه ان هو زاويه مستقيمه قياسها 180 درجه. الخط المستقيم تقدر تقول عليه ان هو زاويه مستقيمه قياسها 180 درجه. النوع اللي بعد كده الزاويه المنعكسه، ودي قياسها اكبر من 180 درجه واقل من 360 درجه، يعني من اول 180 درجه وفوقها ثانيه واحده معاك لحد ال 359 درجه و59 دقيقه او 59 ثانيه، اي قياس يبقى ده بيبقى قياس زاويه ايه؟ منعكسه. طب المنعكسه دي شكلها ايه؟ بص بقى، اي زاويه قياسها اقل من 180 بيرتبط بيها زاويه من منعكسه قياسها اكبر من 180، وبيبقى مجموعهم مع بعض 360 درجه. بص معايا كده، دي زاويه حاده اهي اللي هي اللي جوه دي، اهو اللي من بره ده بقى هو المنعكسه. نفس الكلام، دي زاويه قايمه من جوه، يبقى اللي من بره دي المنعكسه. نفس الكلام هنا، اللي جوه دي المنفرجه، يبقى اللي بره دي الايه؟ المنعكسه. يبقى اي زاويه قياسها اقل من 180 هيرتبط بها زاويه منعكسه قياسها اكبر من 180، ويبقى مجموعهم 360 درجه. يعني قياس زاويه الف زائد قياس زاويه الف المنعكسه يساوي 360 درجه. ولذلك لو انت عرفت قياس الزاويه وعاوز تعرف المنعكسه، قول 360 ناقص قياس الزاويه اللي عندك يديك قياس الزاويه المنعكسه. ولو عندك قياس المنعكسه وعاوز قياس الزاويه برضه طرحها من ال 360 يدي لك قياس، وهكذا. طب ناخد تدريب على الحكايه دي. بقول لك اهو، اذا كان قياس زاويه الف بيساوي 100 درجه، اوجد قياس زاويه الف المنعكسه. خلاص، يبقى 360 ناقص 100 يديني 260. بقول لك اذا كان قياس زاويه الف المنعكسه 203 ارباع درجه، اوجد قياس زاويه الف. هتقول لي قياس زاويه الف 360 ناقص 203 ارباع، هيطلع لك 159 وربع درجه. بقول لك اذا كان قياس زاويه الف 150 درجه و40 دقيقه او 30 ثانيه، او قياس زاويه الف المنعكسه، يبقى قياس زاويه الف المنعكسه هيساوي 360 ناقص 150 درجه و40 دقيقه او 30 ثانيه. هتلاقي الاجابه طالعه 209 درجه و19 دقيقه و30 ثانيه. وانا فهمتك تكتب دي ازاي، يعني لو عاوز تجيب دي بالآلة الحاسبة هتعمل إيه؟ هتكتب 360 ناقص، وبعدين تروح كاتب 150 وتضغط مفتاح الكومات، وبعدين تكتب 40 وتضغط مفتاح الكومات، وبعدين تكتب 30 وتضغط مفتاح الكومات، وتضغط يساوي وتضغط كومات كمان مرة، هتلاقي طلع لك الإجابة دي. خلاص؟ ده كده الجزء الأول من الدرس الأول. لسه هيبقى فيه لينا جزء تاني في الدرس الأول، بس علشان ما يبقاش المعلومات كتيرة عليك في وقت واحد هعمل لك لها فيديو تاني ان شاء الله، يبقى فيه الجزء التاني من الدرس الاول، عشان هتبقى معلومات معظمها جديدة بقى، يعني كل المعلومات دي تقريبا باستثناء الزاوية المنعكسة دي قلناها قبل كده، هيبقى فيه بعض المعلومات بقى الجديدة عن علاقات بين الزوايا دي ان شاء الله نعمل لها فيديو تاني. اتمنى ان الكلام يكون مفهوم، ونتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.